نمنا وفقنا على قضية كتير بشعة على مستوى لبنان من مشاهير للتيك عبر توك منصة تيك توك من قبل تيك توكرز مشهورين وهم من الجنسيات اللبنانية والسورية والتركية. يلا بتخص اعتداء على الأطفال ومشاكل كتير كبيرة وفاتت الأمور ببعضها بشكل مش طبيعي. أعداد الناس المتورطة بهذا الشيء كتار. فيديو اليوم رح يكون عن القضية اللي صارت بلبنان اللي حينسجن فيها تيك توكر كتار والأعداد لهلا ما وقفت. لا تفهموا عن شو عم بحكي، خليكم معي للآخر. معكم عز الزيد، قول والله يرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الزلم والصبايا؟ رايقة صبايا بيبي، كله تمام. بداية هذا الفيديو ما تنسونا بالسبسكرايب، اعملوا معروك لانه الموضوع كتير ضروري انه نوصل لـ10,000 مشترك. كتير قربنا شباب، كتير قربنا، بس ما عشان ما يبين شحوذة الحكاية عنا فيديو كتير مهم اليوم نحكي، بس انه وصلون لـ10,000. وهلأ خلونا نفوت بالموضوع. طبعا المصايب دائما تيجي من تطبيق اسمه تيك توك، كتير صرنا بنعرف وكتير عم نشوف اشياء غريبة عجيبة على هالتطبيق. ولكن انه ننام ونفيق ونصحى على قضية جنائية كتير كبيرة بتخص اطفال والمجرمين هن مشاهير على تيك توك، في منهم قاصر وفي منهم يعني تحت 18. أنا عم بحكيك شغلات مخيفة. بلش الموضوع بأنه نحن نصحى على شخص اسمه هيرزون انسجن. الهيرزون عنده صالون حلاقة وبيعمل هاي الأشكال الغريبة اللي هلأ نحن عم نشوفها بروس الأشخاص. طبعا هذا مبين الزلمة معتر عايف حاله، كان يعمل فيه هاي الأشكال الغريبة من باب الشهرة، من باب إنه العالم تعرفه. طبعاً هيدا الشخص توقف من ما يقارب اليومين أو 3 أيام. في جورج حمود، تيك توكر جورج مبيض صاحب محل حلاقة هيرزون، التيك توكر اللبناني هادي هدام، التيك توكر محمد سراج أكتورك تركي الجنسية وهو قاصر، التيك توكر محمد الحمالي وهو قاصر سوري الجنسية. حبيت أطلع وأحكي عن الموضوع لأنه خفت يكون في شيء مش مزبوط، لأنه قبل هالفترة انمسك شخص اسمه الدكتور فود، كمان مشهور على مستوى لبنان، حسابه موثق انه هو عم بيهرب شحنة من الممنوعات عن طريق المطار، عن طريق الاشياء اللي هو بيقدمها بسكويت وهيك، عنده شركة. اخر شيء طلع هو ما خصه حدا تاني وما بدي فوت بجدال ما له داعي. فمن بعد ما تأكدنا من الموضوع والصدمة الكبيرة انه بلشت تبين في عصابات وفي اشي كبير، وانا مش عم جيب شيء من عندي، كله وكالات اخبار اللي حكيت عنه وقنوات معروفة على مستوى لبنان. لحد الآن هيدول الأشخاص المتورطين هن 7 أشخاص وزادوا صاروا 8 أشخاص، في شخص طلع منهم بريء. هيدا الشخص الموضوع كان عم بيصير بالطريقة التالية. كان هيدا الشخص اللي هو جورج المبيض اللي هو الهيرزون حلاق، يستدرج أطفال لعنده ويحلق لهم، وبعد ما يحلق لهم بيقول لهم مثلا بدنا نعمل حفلة بالفيلا للشي اللي نحن عملناه وكذا، بنعمل فيديوهات مع بعض. يعني بيقنع الطفل بطريقة كتير خفيفة وظريفة بتيجي عقد عقل الطفل انه هو بده يعمل معه فيديوهات كتير حلوة وكذا، وعم بيشجعه مقابل انه يجي معه على هالفيلا نعمل حفلة حلوة. ومش بس هيك، كان احيانا عم يضطروا يلجأوا لطريقة تانية اللي هي كان في معهم شخص، فتاة بالاحرى اسمها سارة، عم تستدرج
هو الأطفال اللي عم يتراوح عمرهم بين 9 سنين ل16 سنة. كانت تتبع طرقا عدة، إما توهم القاصرين بقص الشعر أو بتصوير إعلان مقابل مبلغ مالي أو عبر انتحال صفة فتاة توحي لهم بأنها مغرمة بهم وتستدرجهم إلى الشاليهات. وعندما يصل القاصر إلى الشاليه يفاجأ بعدد كبير من القاصرين موجودين ويضعون المخدر في المشروبات. تحكي معهم البنت على أساس أنه معجبة فيهم وبدأ إياه تحكي معه واللي هو، فبتقوله أنه بده يجي شوفير البابا ياخدك لعندي على الفيلا وفي حفلة وما في حفلة. فعن جد هو بيستدرجه هيدي البنت للفيلا اللي عندها عن طريق الشوفير اللي بده يروح ياخده. وبس يوصل على الفيلا كثير يسأل وين هي البنت اللي اسمها سارة مثلا، بيقولوله أنه هي فوق هلأ بتنزل وبهيدا الحكي، وبيضيفوه شي يشربه وبياكل شوكولاه مشان يلهوا الصبي. وبالاحرى ممكن الشي اللي عم يشربه، في بعض الاطفال قالت انه حست بنوع من التخدير. هول الاشخاص بالاحرى كانوا عم يلجأوا انه يعطوهم شي مخدر، بعد ما يعطوهم هذا المخدر بيطلعوا لفوق على الطابق الثاني، بيتفاجأ انه ما بيلاقي البنت. هون الصدمة للطفل بتبلش، انه هو بيلاقي هنيك شخص بال40 من عمره، ويمكن مش شخص، أعداد من الأشخاص ناطرينه بالطابق الثاني، وبتم الاعتداء على الطفل وتصويره وابتزازه بأنه إذا فكر يحكي لأي حدا، أهله أو الشرطة أو أي شخص، هيدا الصبي حتنتشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي وحتصير فضيحة بالنسبة له. أنتوا بتقولوا أنه هيدا طفل ممكن يحكي لأهله، بالفعل في طفل أو أطفال، يمكن أنا ما بقدر أعطي العدد المزبوط لأنه بعد الأخبار مش كاملة، إنه جرب يحكي لأهله وتعرض للضرب من أهله والتعنيف، إنه كيف هيك بتعمل أنت وبصير وما بصير. في كتير أهال متحفظين على هاي المواضيع. طبعا هيدا الطفل مسكت اللي عم نحكي قصته، وبطريقة ما أهله أو هو وصلوا لمحامي، وهيدا المحامي قدر يوصل ل8 عيال ويفتحوا القضية ويشتكوا عليه. الصدمة الكبيرة انه هو ما وقفت مع هذا الشخص اللي اسمه هيرزون، كانوا عم يحكوا انه هو قائد العصابة، ولكن بين بعدين انه في شخص اسمه جاي قاعد برا لبنان، في شخص تاني كمان قاعد برا لبنان، واحد منهم داعم اللي هو هيدا جاي، تاني ما بقى يعني يمكن شيء تاني بخص وزارة الاعمال وهالاشياء. غير هيك بلبنان اكتشفوا انه في تيك توكر قواصر اطفال، في منهم 2 اتراك واثنين سوريين واثنين لبنانيين. للتوضيح هذه الضام طلع اليوم او بده يطلع بكرة بالضبط، هذا الفيديو حيكون نازل ان شاء الله بعد بكرة، يعني حيكون هذه الضام طالع. هذه الضام ما خصه، هذه الضام طلع براءة انه فقط هو بس شخص مشهور على التيك توك متواجد بيناتهم، بس هو ما خصه بشيء ابدا ولا بيعرف عن هذا الشيء. طبعا نحن ما حناخد الاحداث بمجراها بالاخبارية اللي عم يحكوا فيها، ولكن انا سردت القصة لحتى تعرفوا كيف صار الموضوع، وحكينا مين هن الاشخاص اللي لازم عن جد نشهرهم، ولازم العالم اللي عم تتابعني او عم تتابع اي شخص عم يحكي عن هيدا الموضوع تلغي الاشتراك عنهم، بعد عنهم تنحظر صفحاتهم، وديروا بالكم من المشاهير اللي على تيك توك، عم تطلع كتير مصايب من وراهم كتير يا جماعة. هيدا البرنامج عم بجرجر لكتير مصايب، يعني انا رأيي الشخصي فيه كتير هلأ اطفال بايدهم هول التليفونات عم بيقلبوا ويحضروا، كتير بتطلع لي انا فيديوهات لاطفال يعني كتير صغار تحت 10 سنين عم بيصوروا فيديوهات تليفونات بس انه قلون، وعم يعملوا عليها الفيديوهات وكذا، بتبين انه تصوير طفل والتليفون تحت ادارة طفل مش اهل، ما في حدا مطلع عليه. تيك توك ما في له شيء خاص للأطفال، يعني بس الطفل مسك التليفون مثله مثل أي حدا تيك توك بيعتبره، بده يطلع له أي فيديو ممكن يتابعه. إذا بالغلط طلع للطفل فيديو غريب بخص فوق 18 ولأجل الصدفة الصبي كان عنده فضول وتابع أو البنت، هيدا التيك توك حيرشح له نفس هاي الفيديوهات، وهيدا الشيء مصيبة يا جماعة. والله يهدي الأمور يا رب، لأنه كتير سيء هاي الأشياء اللي عم نسمعها، وبتمنى ما يكون بعد حدا متأذي أكتر من هيك. شكرا كتير لكل حدا تابعني لهيدا الوقت، ولكن الموضوع مهم كتير كان نضوي عليه لو أنه هو خارج نطاق المحتوى اللي نحن بنحكي فيه.
خارج نطاق المزح لأن احنا بنمزح. شكرا كتير لأنك وصلت معي لهي النقطة، ولا تنسانا بلايك وشير وسبسكرايب. كان معكم عزازيل، وهلأ سلاحف بالملاحف. ما تنسى تتابع هيدا الفيديو وهيدا الفيديو واشترك بالقناة بالنص. شكرا إلك.